Bonjour, Jardin de français, unité 7, la ferme. Manhaj Jardin de français, سنة 6 ابتدائي, بعنوان la ferme, هنشتغل سوا الوحدة السبعة, بعنوان la ferme, المزرعة, المزرعة, la ferme, la ferme. من فضلكم اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات ولايك وشير للفيديو وحنبدأ سوا نشتغل درس النهاردة بعنوان لا فرم لا فرم اتفقنا ان لا فرم بمعنى المزرعة المزرعة هنتكلم سوا عن المحاصيل الزراعية والحاجات اللي ممكن اشوفها في المزرعة من الاكل او الخضار بيقول معايا vendredi passé يعني الجمعة الماضية vendredi passé يعني الجمعة اللي فاتت vous avons مفروض هنا vous avez هنا في غلطة مفروض vous avez fait vous avez fait une excursion يعني احنا عملنا زي نزهة كده à la ferme de grand-père de grand-père في مزرعة جدي يبقى vendredi passé vous avez fait ده زمن passé composé انا بصرف مع الاكزولير افوار الفعل المساعد افوار وانا اجيب من فير من فير بجيب منه اسم المفعول بيكون في كده ده زمن اسمه الباسي كومبوزي vous avez fait vous avez fait une excursion à la ferme de grand-père يعني احنا عملنا زي نزهة في مزرعة جدي grand-père يعني جد c'est une grande ferme cultivée c'est une grande ferme cultivée يعني بتكلم ان هي مزرعة كبيرة جدا فيها de fève بمعنى فول de fleur بمعنى زهور أو ورود de jasmine بمعنى الياسمين de tomate de laitue et de concombre المفروض ان هو هنا مخليهم جمع فكان يحط الارتكل اس على اساس ان هي تكون جمع دي البلوريال بس كتاب في اخطاء de fleur de jasmine de tomate de laitue et de concombre de concombre on peut manger un plat de salade frais يعني احنا هناك نقدر ان احنا ناكل manger بمعنى ياكل un plat طبق سلطة دو سالاد فري طبق سلطة طازة فري بمعنى طازة يعني خضروات كده فريش لسه خارجة هنقطفها احنا قاعدين من الفرم وهنقدر ان احنا نعمل السلطة من تومات ليتو بمعنى خس دو كونكومبر بمعنى خيار لو فرمي كوب يعني الفلاح هيقطع لغب العشب فخت الأخضر لغب فخت avec sa charrue حيقطع العشب الأخضر ب sa charrue اللي هو بيقطع بيها الفلاح بيقطع بيها الورود والزهور والأعشاب وكده بيبقى معاه آلة اسمها charrue il y a une الصورة دي هنا الإيماج دي il y a une pergola اللي هي زي سقف كده او زي شمسية مش شمسية بس بتبقى مسقوفة كده une table يعني ترابيزة et des chaises بمعنى كراسي pergola table chaise la fermier vous sert des pâtes avec le miel blanc يعني هيجيبوا لنا او الفلاح ده هيقدم لنا مكرونة avec le miel blanc عسل ابيض ميل بلون بمعنى عسل أبيض كومبرون دو لا ريش دو لا باي دو فروماج يعني إيه؟ يعني العسل الأبيض ده إحنا بناخده كومبرون بناخده من
ريش دو لا بي يعني ايه ريش دو لا بي؟ يعني خلية النحل. ريش دي اللي هي خلية النحل، بيت النحل يعني، بيبقى فيه خلية اسمها ريش. ابي بمعنى نحلة، دي فروماج بمعنى جبنة. يبقى هما هيقدموا لنا دي بات مكرونة افيك لو ميل بلون، عسل ابيض. اون برون اللي احنا بناخدوه، كون برون يعني اللي احنا بناخده اللي هو العسل الابيض، دو لا ريش دو لا باي من خلية النحل، وهيقدموا لنا كمان دي فروماج بمعنى جبنة. اي فوالا لي طوماط، بيقول لنا دلوقتي ان دي الطماطم، لو فيف فول اخضر، لو فيف فير، لي كونكومبر بمعنى الخيار، لي لوتو فري الخس الفريش او الطازة، اي تري بون وكويس جدا يعني حلو جدا، بيقول طازة وحلو جدا. اي اون بوا اون بوا دي جي دورانج فري، ان احنا كمان ممكن ان احنا نشرب عصير برتقال فريش، عصير برتقال فريش، جي دورانج، جي دورانج بمعنى عصير برتقال. سي بون، سي بون بمعنى ان دي حاجة كويسة جدا. Un petit déjeuner délicieux. Un petit déjeuner délicieux. Petit déjeuner بمعنى وجبة الإفطار. Petit déjeuner. Petit déjeuner بمعنى وجبة الإفطار. Délicieux بمعنى لذيذة. لذيذة. Délicieux بمعنى لذيذة. عندي الأدجكتيف هنا. Bon. Bon بمعنى جيد. Délicieux بمعنى لذيذ. Frais بمعنى طازة أو fresh. Frais. عندي الفوكابولير اللي احنا ترجمناها. لا ريش سي لا ميزون دو لا باي، سي لا ميزون دو لا باي اللي هي خليه النحل، منزل النحل. ميزون بمعنى منزل، المقصود بها خليه النحل. لا ميزون دو لا باي. لا باي نو دون لو ميل بلون، النحله بتدينا، لا باي نو نحن بتدينا يعني لو ميل بلون العسل الابيض. لارب بمعنى عشب، لارب لا شاري، قلنا الآلة اللي هو ممكن يكون بيجمع بيها أو بيحرث بيها الأرض، يحرث بيها الأرض، بيمشي يعمل الأرض يعني، مش فاهمة ازاي، بس بيخليها صالحة للزراعة، ان هو يقدر يزرعها وان هو يقدر يقطع منها الأعشاب. شاري شاري. لارب بمعنى عشب. مين اللي بيدينا ميال بلون؟ لابي، لابي اللي هي النحلة. نودون تدينا ايه؟ ها لوميال بلون، عسل ابيض. عندي هنا كمان الفيرب الموجود معايا، كولتيفي بمعنى يحرث، كولتيفي او يعني يزرع، بوار بمعنى يشرب، بروندر بمعنى ياخذ. كولتيفي بوار بروندر، بوار بمعنى يشرب وبروندر بمعنى يزرع، اي باردون بمعنى ياخذ، ياخذ او يتناول. عندي كمان فيرب اسمه مونجي، مونجي بمعنى ياكل، مونجي مونجي. عندي تصريف لفيرب بوار، جي بوا، تي بوا، ايل بوا، ال بوا، نو بوفون، فو بوفي، il boive elle boive. مرة كمان، je bois tu bois il boit elle boit nous buvons vous buvez ils boivent elles boivent. لازم ابقى حافظه لان هو ممكن يقول لي je quoi مثلا du thé مثلا، وليكن يعني بقول لكم ازاي ان انا بقى اقدر اصرف الفيرب، يجيب لي فيرب بوار عايزني اصرفه، فانا لازم ابقى عارف ان هي مع ج بيكون شكلها كده بوا، يبقى بتكون بوا. طيب شال ج مثلا وجايبها تو، هتبقى بوا بنفس شكلها. شال تو وحط ايل او ال، هتكون بوا اخرها تي. يبقى انا لازم احفظ تصريف الفيرب عشان اقدر احل لو عايزني سؤال في تصريف للافعال. عندي لو فيرب بروندر بمعنى ياخذ او يتناول، جي برون، تو برون، ايل برون، ال برون. خد بالي مع جي وتو فيهم اس، ايل وال ما فيهاش. نو
prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. Ils prennent, elles prennent. عندي الفوكابولير الماسكولين كان موجود معايا في الوحدة والفيمينه المؤنث بتاعها. امبير الفيمينه une mère بمعنى اب وام. ام بابا une maman بمعنى بابا ومام. un grand père بمعنى جد. une grand mère بمعنى جدة. une grand mère. Un fermier, une fermière. Fraîche, بمعنى طازة أو طازجة يعني، ودي الفيمينا. Blanche بمعنى أبيض، والفيمينا بلانش. وبكده تكون هنتي ست انتهت. لو حد عنده أي سؤال يتفضل يسألني، ولينك الفيسبوك موجود في صندوق وصف الوحدة الستة لو حابين ترجعوا له وتتواصلوا معايا، ما عنديش أي مشكلة. يا رب أكون بفيدكم. ميرسي.